دايما كده البنات المصريات رافعين راسنا ومحققين نجاحات كبيره، وفي فنانه مصريه موهوبه اسمها هبه محمد توفيق قدرت انها تحصل على لقب افضل فنانه تشكيليه في فن الديكوباج بالمسابقه اللي اقيمت في لندن، وهي بطوله كاس العالم للمبدعين العرب لعام 2021. خلونا نفهم ايه هو فن الديكوباج. تمكنت الفنانة التشكيلية هبة محمد توفيق من حصد لقب أفضل فنانة تشكيلية عربية عن فئة فن الديكوباج بالمسابقة التي أقيمت في لندن، وهي بطولة كأس العالم للمبدعين العرب لعام 2021. خاضت الفنانة تلك المسابقة بلوحة ديكوباج مجسم كلاسيكية الشكل مع برواز داخلي من عجينة الورق مطعم بألوان الأكريليك. شارك في المسابقة مبدعون من 17 دولة عربية ومتنافسون من أصول عربية من دول العالم المختلفة، وأقيم الحفل الختامي للمسابقة في الهيئة الملكية للطب بمركز العاصمة البريطانية لندن. الحفل الختامي شهد حضور مجموعة من المشاهير في المجال الإبداعي، منهم المخرج السينمائي السوري البريطاني أنور القوادري، والفنان الغاني يوجين أنكوما، والفنان الألماني البريطاني روبن شتر مبتكر مدرسة شترزم الفنية، والمصور أمير بيك أحد أصحاب أغلى الصور الفوتوغرافية في العالم.